وسهلا بكم جميعا، ان شاء الله مع بعض بنتعلم حاجات جديده في لغه الاشاره. انا اسمي رامي، اشارتي رامي. البدايه ان شاء الله او البدايه ان شاء الله مع بعضينا نتعلم الاساسيات بتاعه لغه الاشاره. اول حاجه مع بعض ايه؟ البطاقه الشخصيه. بعمل كده البطاقه عشان الشكل المربع بتاعها مستطيل، تمام؟ نفس الشكل ده اهوت، بطاقة والبصمة بتاعتي. أو ممكن أعمل حاجة تانية اللي هي إيه؟ بطاقة شخصية. البطاقة الشخصية دي برضه جاية منين؟ زمان كانت البطاقة الورقية بناخد العينة بتاعت الدم أو فصيلة الدم، فكنا بنشك الحتة ديت، فجت منها البطاقة الشخصية. يعني ممكن في الأماكن الريفية ألاقي حد بيعملها إيه؟ بطاقة شخصية. ممكن في المدن الرئيسية لحد يقول لك البطاقة الشخصية، الاثنين صح. طيب عندي أول حاجة الاسم، اسمك إيه؟ اسمك إيه؟ والاسم هنا جاي من التجنيم أو الليبل اللي يبقى محطوط على الصدر المظهري الناحية دي، فبنشاور عليه بس، واحد يعمل لك بعنف، مش محتاج عنف، هي مشاورة بسيطة بس يقول اسمك إيه؟ وإيه دي أكتر إشارة استدلالية؟ إيه؟ أوكي؟ عندي بعد الاسم ايه؟ العنوان. العنوان. العنوان دي اشارة مستحدثة من خارج مصر. عنوان. طيب لو حد مش عارف كلمة العنوان ديت بقول له ايه؟ بقول له ايه؟ بيتك فين؟ وبيتك جاي هنا منين؟ من ادي باب الشقة اهو، قبل اخبط عليه. واضحة؟ بيتك فين؟ ممكن اعمل فين؟ بيتك فين؟ يعني عملت فين صح؟ عملت فين كده برضو صح. ودي جايه منين؟ جايه من الخريطه، لما بتبص على الجي بي اس بتلاقي في دايره في اللوكيشن، دايره صغننه وجواها نقطه، هي دي الدايره ودي النقطه، فين؟ يبقى بيتك فين او العنوان. العنوان وكون فريد الثلاث صوابع، لان لو تنيت الثلاث صوابع وعملت كده العنوان بيكون في تشابه ما بين كلمه العنوان وما بين عبادة البقر في الهند، فما ينفعش. أحسن أخلي الثلاث صوابع مفتوحين، أهو كده أهو، العنوان، تمام؟ عندي بعد العنوان تاريخ الميلاد، وتاريخ الميلاد بقى بطريقتين. أول طريقة عادية جدا اللي سنك كام؟ وش داير فوق وبيطلع بالتدريج. سنك كام؟ تمام؟ أو الطريقة الرسمية اللي تاريخ الميلاد، وتاريخ الميلاد ليها ثلاث حركات مع بعضهم. إشارة مركبة من ثلاث حركات. أول حركة دي جاية من كلمة إمتى؟ اللي هي زي ورقة النتيجة اللي بتتقطع يعني، بعملها كده بالراحة. تمام؟ وديت جاية من السلاش، الشرطة المايلة اللي هي موجودة في التاريخ، اللي هي في التاريخ اليوم، بعد كده شرطة، بعد كده الشهر، بعد كده شرطة، بعد كده السنة. شرطتين بس هم. تمام؟ ودي عملية الميلاد ذات نفسية. يبقى عندي تاريخ الميلاد. تاريخ الميلاد. أوكي؟ طيب. يبقى عندي هنا هوت إيه؟ سنك كام؟ وتاريخ الميلاد. عندي بعد كده الرقم القومي. بعمل كده بطاقة ورقم. في شرط ممكن تعمل؟ اه. رقم البطاقة. في تالتة؟ ممكن. والرقم البطاقة. ومشيها كده لتحت لأن الرقم القومي موجود من تحت. فبصوا يعني دول عملت كده وبعملها كده رقم قومي. واضحة؟ تمام. طيب ده كده الوش بتاع الإيه؟ البطاقة. موجود فيه إيه؟ اسم وعنوان وتاريخ الميلاد ورقم البطاقة. تمام؟ نخش بقى على ظهر البطاقة الشخصية. عندي مهم أوي أكون عارف إن ما عنديش ولا مذكر ولا مؤنث ولا جمع ولا مفرد. لغة الإشارة لا تحتوي على مذكر ومؤنث أو جمع ومفرد. طب هعمل إزاي ذكر أو أنثى؟ هنعملها بالطريقة اللي هنقولها دلوقتي. بنت أو ولد، أنثى أو ذكر. ممكن نعمل حاجة تانية؟ ممكن، اللي هي إيه؟ امرأة جاية من الشعر بتاعها،
امرأة أو رجل جاي مش أنا بتاعه، رجل. طب بنت جاية منين؟ بنت جاية من الروج اللي بيحطوه البنات، أخدنا منها الشهرة بتاعتها بنت، ما بينيش شفتين، بنت. ولد، لأن الولد أول ما بيطلع له سكسوكة بيفضل يعمل معنى كده أهو، خدنا منها كلمة ولد، صباعين ولد، تمام؟ يبقى لما أجي أقول ذكر أو أنثى بقول ذكر أو أنثى أو ذكر أو أنثى، الاتنين صح. طيب بعد كده عندي إيه؟ الديانة، قول ديانة، حرف الدال في التخاطب، الصباع ده على الشفة اللي فوق والصباع ده على الشفة اللي تحت، ديانة، ديانة، تمام؟ طيب بعد كده بقول إيه؟ عندي مسلم وإزاي قصة بسيطة، لأن أنا عندي تشابه ما بين مسلم ودواء، فلو عملتها بعنف بتكلم على الدواء، دواء الشرب، لكن بالحنية كده مسلم. وعندي مسيحي، مسيحي، وعندي اليهودي ليها تلات إشارات، يهودي عامل كده على الرقعة بتاعت العين عشان موشة ديان في حرب 73، أو يهودي عشان القصة بتاعت رجال الدين اللي هم الحاخامات عندهم شوية شعر ملونين هنا كده، فأخدنا منها اليهودي، أو يهودي، يهودي، ما عملش ده كده، عملها كده هو، جاية من دين، جاية من السلسلة أو المدينة اللي بيلبسوها وفيها نجمة داوود. يبقى كده عندنا الديانة، وعندنا مذكر ومؤنث أو مذكر ومؤنث، تمام؟ وعندنا مسلم، مسيحي، يهودي، يهودي، يهودي. عندنا حاجة تانية؟ شغل أو وظيفة. ونخلي بالنا إيه؟ عندي كده في الآخر زين النهاية. الله، دي زي وظيفة بالظبط، صح؟ بس وظيفة بعملها على البداية كده حاجة بسيطة. أما في الآخر أو النهاية بفتح ده جامد وأروح أعمل كده. طيب عشان أوضحها أكتر بعمل إيه؟ بقول موظف حكومة. والصباعين دول همك وأروح أعمل كده. أو موظف في شركة. شركة. واضحة؟ يعني موظف حكومة أو موظف في شركة. أو شغل. في شغل تانية شغل؟ شغل. بس دي مش هتستخدم في مهنة الشخصية، لكن برضو للعلم بيها. شغل، كأني ماسك شاكوش وبخبط بيه. شغل. ودي جاية من المطرقة والسندان. شغل. وصلتوا؟ بتعملها كده شغل. محدش يعملها لي كده جوه، لا. هي حاجة بتنزل تخبط وتطلع تاني. شغل. مش أكتر من كده. تمام؟ طيب، كلمة موظف دي جت منين برضو؟ أقول لكم جت منين؟ دايما وابدا السوق متعودوا ان الموظفين قاعدين في المكاتب بتاعتهم، اللي هو المكتب لازق في المكتب، داخل في المكتب، في مكتب، في مكتب. المكاتب كلها ملحمه فين؟ في بعضيها، فجبنا منها كلمه ايه؟ موظف. واضحه؟ سهله؟ ان شاء الله مع بعض في اشارات تانية هنتعلمها ان شاء الله، مستقبل احسن للجميع. الله يحفظكم.